للرضا دعوة كما من زكريا بعدما أن بلغ العمر عتيا والجواد للرضا كان وصيا فغدا يحيى سويا وزكيا وكذا فغدا يحيى سويا وزكيا وكذا ابن الرضا كان وليا أثبت الحق العظيم في جواد ذكر الحكيم أثبت الحق العظيم في جواد ذكر الحكيم كان يحيى في الصبا زاهدا تقيا مثله كان الجواد حالما صبيا أثبت الحق العظيم في جواد ذكر الحكيم كان يحيى في الصبا زاهدا تقيا مثله كان الجواد عالما صبيا مثل عيسى في الكتاب يهتدى منه الصواب هكذا كان الجواد هاديا نقيا صار بابا في تسابيح الجلال له داود مثال معه سار الجبال خطى السير فأبى كان كسليمان الزمان عنده حقا يبان منطق الطير في تسابيح الجلال له داود
مثال معه سار الجبال خطى السير فأبى جعفر كان كسليمان الزمان عنده حقا يبان منطق الطير أثبت الحق العظيم في جواد ذكر الحكيم كان يحيى في الصبا صار بابا للمراد سيدا راضيا مثل عيسى في الكتاب يهتدى منه الصواب مثل عيسى في الكتاب يهتدى منه الصواب هكذا كان الجواد هاديا نقيا صار بابا للمراد سيدا راضيا في تسابيح الجلال له داود مثال معه سار الجبال خطى السير فأبى جعفر كان كسليمان الزمان عنده حقا يبان منطق الطير في تسابيح الجنان له داود مثال معه سار الجبال خطى السير فأبى جعفر كان كسليمان الزمان عنده حقا يبان منطق الطير في تسابيح الجلال له داود مثال معه سار الجبال خطى السير فأبى جعفر كان كسليمان الزمان عنده حقا يبان منطق الطير للرضا دعوى كما من زكريا بعدما أن بلغ العمر عتيا زكريا جاءه يحيى نبي والجا
جواد للرضا كان وصيا للرضا دعوة كما من زكريا بعدما أن بلغ العمر عتيا زكريا جاءه يحيى نبيا والجواد للرضا جاء وصيا والجواد للرضا جاء أثبت الحق العظيم في جواد ذكر الحكيم كان يحيى في الصبا زاهدا تقيا مثله كان الجواد عالما صبيا مثل عيسى في الكتاب يهتدى منه الصواب هكذا كان الجواد هاديا لقيا صار بابا للمراد سيدا راضيا مثل عيسى في الكتاب يهتدى منه الصواب هكذا كان الجواد هاديا نقيا صار بابا للمراد سيدا راضيا في تسابيح الجلال له داود مثال معه سار الجبال خطى السير فأبى جعفر كسليمان الزمان عنده حقا يبان منطق الطير في تسابيح الجنان له داود مثال معه سار الجبال خطى السير فأبى جعفر كان كسليمان الزمان عنده حقا يبان منطق الطير أثبت الحق العظيم في جواد ذكر الحكيم كان يحيى في الصبا هاديا نقيا صار بابا للمراد سيدا راضيا مثل عيسى في الكتاب يهتدى منه الصواب
هكذا كان الجواد هاديا نقيا صار بابا للمراد سيدا راضيا في تسابيح الجلال له داود مثال معه سار الجبال خطى السير فأبى جعفر كان كسليمان الزمان عنده حقا يبان منطق الطير في تسابيح الجنان له داود مثال معه سار الجبال خطى السير فأبى جعفر كان كسليمان الزمان عنده حقا يبان منطق الطير عنده حقا يبان منطق الطير منطق الطير بعمر ملؤه التقوى كما يونس بالنجوى وأيوب مع البلوى غدا الإمام فكان الآية الكبرى كإسحاق أتى بشرى لإبراهيم في الإسراء له السلام بعمر ملؤه التقوى كما يونس بالنجوى وأيوب مع البلوى غدا الإمام فكان الآية الكبرى كإسحاق أتى بشرى لإبراهيم في الإسراء له السلام كان مثل موسى بالنصح والتقاتي ونظير هود بالصبر والثبات وكما شعيب بالفضل والصفات وكف الكنوح في مسلك النجاة كان مثل موسى بالنصح والتقاط ونظير هود في الصبر والثبات وكما شعيب في الفضل والصفات وكف الكنوح في مسلك النجاة بعمر ملؤه التقوى كما يونس بالنجوى وأيوب مع البلوى غدا الإمام فكان الآية الكبرى كإسحاق أتى بشرى لإبراهيم في الإسراء له السلام كان
أنا مثل موسى الناس حوات قاتل ونظير هود في الصبر والصلاة وكما شعيب في الفضل والصفات وكف الكنوح في مسلك النجاة إنه كصالح في ساحة الكمال ونديد يشع في الصفح والخصال وكذو الكفل سمع بالنور والجلال وشبيه يوسف في الحكم والجمال فكان الآية الكبرى كإسحاق أتى بشرى لإبراهيم في الإسراء له السلام بعمر ملؤه التقوى كما يونس بالنجوى وأيوب مع البلوى غدا الإمام أنا مثل موسى النسح والتقاة ونظير هود في الصبر والثبات وكما شعيب في الفضل والصفات وكف الكنوح في مسلك النجاة إنه كصالح في ساحة الكمال ونديد يشع في الصفح والخصال وكذو الكفل سمى بالنور والجلال وشبيه يوسف الحكم والجمال ويعقوب في الناس وكإلياس كإسماعيل والخضر مع اليسع وأفضال له تروى وبه تطوى ومد البحر في ذكره لم يسعي ويعقوب في الناس وكإلياس كإسماعيل والخضر مع اليسعي وأفضال له تروى وبه تطوى ومد البحر في ذكره لم يسعي وكإدريس وليا في علو ونصوح مثل لوط وكهارون السلام.